وللتعليق على هذا الموضوع ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول المحلل السياسي السوري ياسر النجار. أهلا ومرحبا بك سيد ياسر. بداية، الخارجية الروسية بعد أن أكدت دخول فريق تقصي الحقائق لدوما، كيف ترون سير أعمال اللجنة؟ وهل اتخذت روسيا التدابير اللازمة لتبرئة النظام في ظل حديث فرنسا عن طمس الأدلة من موقع الهجوم؟ مساء الخير، حياكم الله. حقيقة يعني لجنة تقصي الحقائق هذه التي انبثقت عن منظمة السلاح الكيماوي، أنا بتصوري يعني دخولها لمجرد حفظ ماء الوجه سواء للولايات المتحدة الأمريكية أو لروسيا. تعلمون أن هذه المنظمة ليس من وظيفتها التحقيق بمن تسبب بهذه الواقعة، وظيفتها فقط هي أن تقول هل هناك جرم كيماوي، هل تم استخدام السلاح الكيماوي أم لم يتم استخدامه، وبالتالي مخرجات هذا التقرير لن تسبب يعني كل هذا الضرر بالنسبة لروسيا أو للنظام. هذا من جانب. بجانب آخر، نعلم أن هذه المنظمة نفسها عندما خرجت بتقارير تقول فيها أنه تم استخدام سلاح كيماوي، رفضت روسيا استمرار هذه اللجنة باستمرار التحقيق، ورفضت أيضا أن يكون هناك قرار يخرج من مجلس الأمن بتجريم هذا النظام. تعلمون أن روسيا استخدمت 6 مرات الفيتو من أجل عدم وجود أي تبعات لاستخدام الأسد لجرائم حرب على مستوى استخدام الأسلحة المحرمة الدولية وهي الأسلحة الكيماوية. وبالتالي المواطن السوري يرى من خلال الضربة وما بعد الضربة أن كل ما يحدث هو مجرد عملية إخراج لصياغة معينة تكون فيها إرضاء لروسيا، إرضاء للولايات المتحدة الأمريكية، طيب، وإرضاء لترامب وعلى سيد ياسر، حساب الشعب السوري. صحيفة فاينانشال تايمز تقول أن موسكو وضعت نفسها في موقف خطير بسبب دعمها المستمر لنظام الأسد. أين مكامن الخطورة برأيكم؟ يعني بتصوري هناك منحى قد تتخذه الولايات المتحدة الأمريكية ومن خلفها الدول أخرى في مجلس الأمن على أن مجلس الأمن معطل على مستوى القرارات بسبب التصرفات العناء من روسيا اتخاذها لحوالي 12 فيتو حتى هذه اللحظة. أنا بتصوري روسيا أصبحت هي شكلا هي التي تعطل أي مخرجات للقرارات الدولية، وبالتالي سيضطر الدول الكبرى وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية أن تتصرف خارج منظومة مجلس الأمن. وبتصوري هذه تهمة قد توجه إلى روسيا بأن هي التي تتسبب بعملية احتضار ما يعرف بمجلس الأمن والجمعية العمومية. هذا من جانب. من جانب آخر، تعلمون أن هناك تصعيد في العقوبات الدولية سواء على مستوى الأوروبي بعد حادثة التسمم التي حصلت في بريطانيا، وأيضا الدول الغربية التي سحبت ممثلين، وأيضا الولايات المتحدة الأمريكية. إذا روسيا الآن تعاني من عزلة دولية على المستوى الدبلوماسي، وهي أيضا لديها مشكلة في طيب. مجلس الأمن. هنالك أكثر من تصريح اليوم عن إدخال قوات عربية بديلة عن القوات الأمريكية. ماذا ستغير هذه القوات على الأرض الواقع؟ يعني كما تعلمون الولايات المتحدة الأمريكية تتواجد في مناطق شمال شرق سوريا، ولكنها تتواجد بأعداد قليلة، وبالتالي يعني أنا تصوري هي تتواجد بمستوى خبرات ومستوى إدارة معارك أكثر منها على مستوى قوات نخبة أو قوات تتصرف على الميدان. لذلك أنا بتصوري هذه الأمر مع ذا مغزى إعلامي سياسي أكثر منه مغزى يعني فاعلية عسكرية. أنا بتصور الولايات المتحدة الأمريكية مستمرة في عملية استنزاف الدول الخليجية ماديا، وهي لا تزال من خلال موقف ترامب الأخير تصرح على أنها ستسحب قواتها. إذن المملكة العربية السعودية تقدم الآن الحل الوسط، وهو أن تتواجد وجود قوات عربية تحفظ وجود ما يعرف بقوات سوريا الديمقراطية التي هي صنيعة وبراءة اختراع للولايات المتحدة الأمريكية، وتحفظ وجود التواجد النفوذ الدول الخليجية التي كانت تشارك طوال فترة الأزمة في سوريا. أنت توافق على أن تركيا اليوم تمارس دورا محوريا في سوريا، وخصوصا هنالك تصريح جديد للرئيس التركي رجب طيب أردوغان صرح فيه قائلا أن تركيا ستحول حدودها مع سوريا لمناطق آمنة، وأعطى تسميات لبعض المناطق. كيف تتوقعون سيتمكن من ذلك، وهل هو قادر للوصول إلى هذا الهدف أم لا؟
يعني بصراحة تركيا بعدما عمل عدة معارك على المستوى الميدان، أنا أتكلم عن مناطق درع الفرات، وأتكلم أيضا على معركة غصن الزيتون، معارك أثبتت تواجد عسكري حقيقي في نهاية الأمر على مستوى النفوذ لتركيا. أنا أتكلم عن توافقات أيضا دولية تقر على أن تركيا تستطيع أن تتمدد أو أن يكون لها النفوذ على مستوى طول الحدود السوري التركي على عمق 30 كيلومتر مربع. هذا هو يعني المتوقع، 30 كيلومتر. بتصوري كل هذه الأمور تعني أن تركيا لها دور على مستوى الامتصاص، هذا من جانب. من جانب آخر، تعلمون أن عملية ترحيل وتهجير قسري قامت بها روسيا والنظام والميليشيات الإيرانية باتجاه الحدود السورية التركية. إذا تركيا تتحمل عبء ومسؤولية أيضا تواجد منظمات تم تصنيفها بالنسبة لروسيا وإيران على أنها منظمات إرهابية، تتواجد الآن بثقلها وتواجد عسكري على ضمن هذه المنطقة. إذا تركيا تتحمل أعباء أيضا من هذا الناحية. أيضا على المستوى السكاني، أنا أتكلم عن تواجد سكاني كثيف، يعني ذات كثافة عالية. الآن يوجد حوالي ثلث سكان سوريا على المناطق الحدودية مع تركيا، وبالتالي تركيا تتحمل أيضا مسؤولية مجتمعية وإنسانية. من اسطنبول كان معنا المحلل السياسي السوري سيد ياسر النجار، شكرا جزيلا لك.